رسائل بريدية للاجئين السوريين في ألمانيا، شو موضوع الرسائل بشو صار؟ رح نحكي اليوم عن الأخبار الأخيرة حول دعوة عدد من اللاجئين السوريين للاستجواب من جديد بخصوص موضوع إقامتهم. كشف موقع تلفزيون سوريا في تحقيق أجراه يوم الأمس عن دعوة المحاكم في ألمانيا لآلاف اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة للاستجواب. يعني في حين ترى بعض الجهات أن هذا الأمر يعد روتينيا وقانونيا، يشير البعض إلى أن هذا الحدث بالإضافة إلى أحداث أخرى أخذت تفاقم من حالة التوتر لدى اللاجئين السوريين في ألمانيا. شيء طبيعي أيهم عند سماع هذه القرارات، عن دعوة عدد من اللاجئين السوريين للاستجواب. خلفية ذلك هو موضوع تقريرنا التالي ورجعين. يبدو أن حالة القلق هي التي باتت تطبع حياة العديد من اللاجئين السوريين هذه الأيام في ألمانيا. فقد كشف تحقيق أعده موقع تلفزيون سوريا عن تلقي أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة رسائل بريدية من المحكمة الاتحادية الألمانية تدعوهم فيها لجلسة إعادة استماع لأقوالهم ومبرراتهم، والتي على أساسها حصلوا على أوراق الإقامة. مراقبون يرون أن هذه الدعوة هي إجراء قانوني وروتيني، وتأتي في سياق متابعة أوضاعهم أو لإعادة التأكد من أحقية البعض في الحصول على أوراق الإقامة في ظل ما شهده هذا الملف من تزوير أوراق الثبوتيات. وعبر لاجئون سوريون، سواء ممن وصلته الرسالة أو لم تصلها، عن مخاوفهم من أن تأتي في سياق الحديث عن إعادة بعضهم إلى سوريا. وقد ترافقت رسائل الدعوة لجلسات الاستماع مع المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الألمانية والتي تطالب بإعادة وطرد اللاجئين، الأمر الذي أخذ يفاقم من حالة المزاج العام السلبي لدى بعض اللاجئين السوريين جراء عدم استقرار أوضاعهم في ألمانيا إلى الآن. ويبقى السؤال، ما خلفية خطوة دعوة اللاجئين للاستجواب؟ هل تأتي في سياق التفكير بإعادتهم للبلاد؟ أم أنها ليست سوى إجراء روتيني؟ وأن القلق من هذه الخطوة يبقى أمراً مبالغاً فيه؟ لنحكي أكثر عن مخاوف السوريين وتفاصيل هذا الموضوع، بيسعدنا أن نستضيف عبر استوديو الصحفي أحمد زكريا. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا فيك. عبر سكايب من ألمانيا الأستاذ فادي مصلي، عضو في الحزب الاشتراكي الألماني. فادي أهلا وسهلا فيك، سعد أوقاتك. مساء الخير. أهلا فيكم، مساء النور. ضيوفنا الكرام، قبل ما نبدأ حوارنا رح أطرح على مشاهدينا سؤال حلقة اليوم، هل تشكل دعوات المحاكم الاتحادية الألمانية إعادة استجواب بعض اللاجئين بداية لإعادة النظر في ملفات لجوئهم؟ طبعاً بانتظار تعليقاتكم على هذا الموضوع اللي دائماً يغني حلقتنا. رح أبدأ معك أستاذ فادي، عم تسمعنا؟ أيوة، هلأ الصوت، أيوة تفضلوا. تمام، إذا بتحكينا عن خلفية رسائل الاستجواب وإذا هناك رقم بخصوص عدد اللي وصلتهم هي الرسائل. أول شيء مساء الخير للجميع. طبعاً نحن هذا الموضوع يعني شكل هاجس كبير عند الناس والأخوة واللاجئين السوريين. طبعاً هو لحد الآن يعني هو طبعاً أمر طبيعي لما حدث من أخطاء كثيرة، يعني ابتدت من تقريباً أواخر 2014-2015 ودخول هالكم الهائل من السوريين وإضافة بعض الناس اللي حصلت على اللجوء حتى بدون ما تزور البنف. بعدين تاولت عنا أحداث كثيرة، منها أكبر حدث طبعاً فضيحة بريمن، البنف اللي موجود ببريمن، فهذا كان مثل ما يقولوا قسم زهر البعير، يعني اللي من ما أدى أنه فتح إعادة طلبات اللجوء صار في منادات بفتح تحقيقات مرة ثانية، التأكد من صفة هوية اللاجئ، هل هو فعلا سوري ولا ينتمي من أماكن أخرى. طبعا بشكل عام يعني هذا موضوع الرسالة خلينا نقول مبدئيا روتيني وما بيخوف، بس للتأكد من الهويات والسجلات أنه فعلا هدول اللاجئين هن سوريين ولا لا. نعم. إذن هو روتيني وعادي، وهل هو لكل اللاجئين السوريين أم لعدد محدد؟
والله هو شوف، نحن المشكلة يعني للأسف دائما نحن أي شغلة بتكون هي شغلة صغيرة، ولكن حجم الشائعات وتداولها هن نحن اللي بيعملوها أكثر من هيك. يعني هو الموضوع بشكل عام يعني تم فتح 18,000 ملف مبدئيا يعني من دخول 2000 لهلا، فمو بس اللاجئين السوريين، يعني في ناس كانوا كمان كل شيء لاجئين دخلت بهذا الموضوع. فبس لكن الفئة الكبرى اللي تم الحديث عنها انه هي اللاجئين السوريين كونه بال 2015 دخل بحدود تقريبا 850 الف لاجئ، وكله الغالبيه بيقولوا لهم سوريين. فمشان هيك هن غالبيه المواضيع عم تكون سوريه، ولكن هو فتح ملفات اللجوء بالهي السنه المحدده مثلا اللي تم فيها دخول كثير ناس، ونحن كلياتنا بنعرف بال 2015 مو بس لاجئين سوريين دخلوا، دخلوا افغان كمان ودخلوا صحيح. من جنسيات اخرى، وكلهم عم يقولوا في قسم كبير منهم عم يقولوا انه نحن سوريين، يمكن هذا السبب اللي عم يخلي الالمان انه يرجعوا يفتحوا الملفات. طبعا هذا الموضوع، وخصوصي اخر فضيحه كبرى لما كمان بدنا ننوه عليها، لما الضابط الالماني اللي على اساس قدم لجوء كسوري وتم كشفه بالنمسا، فكانت هي ضربه كبيره كثيره للبنف وللحكومه بحد ذاتها، وحجم الاخطاء اللي عم بتصير انه صحيح. شلون هيك بيمرق. طبعا هو خلفيته سياسيه بامتياز، والتحقيقات كشفت يعني انه في وراها احزاب معينه وكذا، بس ولكن انه ضابط بالجيش الالماني بيقدم انه هو كسوري يكتشف بالصدفه بالنمسا، حتى يعني اكتشف بدوله ثانيه كانت لسه هي موضوع كثير كثير كبير صحيح. فعلى اثره هون تم بقى انه لازم يتم فحص الطلبات كلياتها. وطبعا هذا الشيء ما بيخوف يعني كمان عشان الناس بس تكون يعني السوري سوري هو، ولكن وانا شخصيا كنت بوقتها يعني اعمل باحد الاماكن اللي تابعه للجوء، وشهدت كذا حاله من جنسيات اخرى قالوا انه سوري، هن مو سوريين. نعم وتم كشف نعم الامر صحيح. احمد بدي ارجع لك، طول عليك، سعد اوقاتك من جديد. يعني اشارات عديده، وذكر منا قسم كبير منا فادي، وكان في مظاهرات بطرد لاجئين، وبنعرف نحن التصريحات اللي عم بتتم من قبل المانيا بخصوص اللاجئين، معهم حق يعيشوا حاله القلق اللي عايشينها هلا؟ طبعا يعني حالة القلق إن كان اللاجئ المتواجد في أوروبا وإن كان في أي مكان، فاللاجئ السوري دائما بحالة قلق في ظل الشائعات التي يتم الترويج لها بأنه اللاجئ السوري في أي لحظة من اللحظات هو مهدد بالطرد. هذا الأمر يعني يتبع، وللأسف نقولها، بأنه اليوم تم تسييس الملف الإنساني بداية من موضوع الاحتجاجات والانتهاكات التي ترتكب بحق اللاجئين يعني وتحديدا اللاجئ السوري إن كان في ألمانيا وغيرها من الدول، ولكن تسليط الضوء على موضوع ألمانيا من قبل المناهضين لسياسة ميركل تجاه استقبال اللاجئين عموما واللاجئين السوريين خصوصا من قبل اليمين المتطرف. هناك تصعيد تجاه هذا الأمر، وربما يكون هذا الأمر على سبيل يعني الحديث عن موضوع تسييس الملف الإنساني، ربما يكون هذا الأمر أيضا يعني بادرة حسنية موضوع هذه الخطوة أنه من قبل المحكمة الاتحادية أنه تطالب أو توجه رسائل للاجئين السوريين بضرورة إعادة فتح ملفاتهم واستجوابهم جلسة استجواب جديدة، ربما تكون يعني بموافقة. كيف بينت معك حسنية على أي أساس؟ هنا يعني أوضح أكثر، ربما يكون هناك بادرة حسنية وحراك دبلوماسي ألماني تحديدا في ظل الدعوات، وهناك إلحاح روسي لتخفيف التوتر الروسي لتخفيف التوتر. روسيا تطالب بإعادة ملف بإعادة اللاجئين، إعادة يعني النظر بهذا الملف وبموضوع إعادة إعمار سوريا. وهناك قمة قريبة في إسطنبول يتم الحديث عنها، ستجمع ألمانيا وروسيا وتركيا وفرنسا، والحضور الألماني الآن في هذه القمة هو حضور مهم جدا. هناك ما يتحدث بأنه إذا كانت ألمانيا حاضرة فهي القاطرة للاتحاد الأوروبي، فيعني الاتحاد الأوروبي حاضر نسبة لعدد اللاجئين الموجودين تماما. في ألمانيا، وهنا أشير إلى هذه النقطة، يعني الكل يعرف وأنت أشرت إليها الآن بأن ألمانيا احتوت الكثير من اللاجئين السوريين وقدمت لهم ومنحتهم صفة اللجوء على أهون الأسباب. نعم، لكن حالة القلق التي تنتاب السوريين في ظل هذه الدعوات اليوم، خوفا من أن ينعكس يعني إذا كان هناك بعض الأخطاء التي جرت أو بعض يعني أو نسبة لا بأس بها وللأسف نقولها من بعض اللي تم وصولهم لأوروبا ولألمانيا تحديدا، وقدموا ربما بيانات مزورة لو استطعنا القول، معلومات غير دقيقة تتعلق بأحوالهم المدنية وبأسباب طلبهم للجوء،
ربما هذه الفئة يعني تعكس على فئة أخرى، يعني مقدمة يعني أنا لدي ملف موثق ومدعم وإلى آخره وأموري يعني عال العال، يعني أنا أقلق دائما وأخشى من أنه ملف هذا الشخص الذي قدم معلومات مزورة ومغلوطة أن ينعكس يعني من قبل تلك المحكمة على الجميع السوريين. لذلك هناك حالة من القلق ستستمر. وأشار يعني طب أحمد، صار قبل بمرة مع الجنسيات الأخرى العربية أو حتى الفلسطينية موضوع الهجرة إعادة فتح ملفات والمقارنة بين أول مرة تم استجوابهم فيها وثاني مرة بحسب وضع الإنساني؟ حتى لا أعتقد ذلك، حتى الآن الصورة موجهة فقط للاجئين السوريين، وأنا أعتقد بأن هناك تسييس للملف الإنساني وتسييس لملف اللاجئ السوري تحديدا في ظل التحركات والإلحاح الروسي. هنا هذا الإطار العام. الإطار الآخر المتعلق بموضوع كما أشرنا أنه نسبة لا بأس بها ربما، وللأسف نقولها، قدمت معلومات مغلوطة، وهذا ربما ينعكس على باقي الملفات. بالوضع القانوني الألماني، رح أنتقل للأستاذ فادي، مثل ما شفنا وسمعنا كثير بالفترة الأخيرة عن موضوع إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، يا ترى إلى أي حد بيسمح القانون الألماني بهذا الشيء؟ يعني حتى لو كان في مطالبات شعبية بطرد اللاجئين، هل القانون الألماني يسمح بهذا الشيء؟ طبعا أنا بشكرك على السؤال لأنه هو كتير مهم بالوقت الحالي بظل الظروف السياسية ولا الظروف العامة بشكل عام اللي عم تصير. أنا رح أوضح قانونية هذا الموضوع بموضوع حتى لو صدر. طبعا بالوقت الحالي لا يوجد ترحيل للسوريين، يعني وحتى لو لأنه قانون البلد موضوع الترحيل ليس موضوع أنه والله مثلا ضب غراضك اصحاب إقامتك امشي. طبعا هذا الموضوع كتير كبير بيحتاج أول شيء لأمر عام. طبعا نحن بنعرف أنه الخارجية السورية الألمانية قيمت الوضع غير آمن بسوريا حتى الآن، حتى وتستلم وزير الداخلية طلب تقييم للوضع مرة أخرى بسوريا، ولكن أنا اجتمعت شخصيا مع رئيس مكتب القنصليات بوزارة الخارجية لما كان في اجتماع بالحزب وسألته على هذا الموضوع، وقال لي يعني أنه هذا الموضوع بما معناه انساه، يعني هذا موضوع هلا هي السنة ما في. لنفترض جدلا حتى أطمن كل الأخوة اللاجئين السوريين، لنفترض صدر قرار على مستوى ألمانيا أنه مثلا سوريا بلد آمنة، لا يتم ترحيل السوريين فجأة. هذا موضوع معقد جدا جدا جدا. آلية الترحيل كيف تتم؟ لو افترضنا في ترحيل، بيرجع بينفحص كل طلب على حدة لحاله. يعني كالشخص شو عمل بهي الفترة، هل درس اللغة، شو ساوى، شو الإيجابيات اللي ساواها. حتى لو نفترض جدلا أنه واحد شخص ما ساوى شيء وإجا البنف قرر يرحله، بيبعت رسالة البنف أنه هذا نحن مثلا لبقى تمددوا له الإقامة حتى بيقدر يطعن بهذا القرار. موضوع معقد جدا لا تملكه أنه مثلا والله ميركل فيها ترحل بأي لحظة ولا أي شخص. فأنا بدي وجه رسالة عن طريقكم لكل اللاجئين السوريين أنه هذا الموضوع خلينا نسميه من المستحيلات يصير حسب نظام ألمانيا وقانون ألمانيا. ما بيقدر كل واحد يرحله، يستندوا فقط على الناس مثلا إذا في ناس عندها جرائم مثلا موجودة هون، حتى في ناس يعني ثبتت عليها جرائم وما مددوا لهم الإقامة ولكن ما رحلوا وأعطوهم إقامات مؤقتة. تخيل لأنه ممنوع الترحيل اللاجئ، وهذا الترحيل ما بيتم مثل ما قلت لكم بكل. طيب أحمد، أنت عم ترسم صورة كتير آمنة للاجئين، برأيك أنت الشخصي وحسب الكلام اللي سمعته سبب هاي الدعوات وبعت إيميلات للاجئين؟ وانت ذكرت يمكن بس خصيصا من بعد 2005، ليش هدول اللاجئين بالذات؟ مو هيك اللاجئين، هو لقلك شو اللي صار. أنا حأعطيكي مثال حي على أرض الواقع بألمانيا، خلينا نقول على دول المغرب العربي، هلأ يعد هو إنه دول آمنة، دول البلقان دول آمنة بألمانيا، ومع ذلك في ناس من المغرب العربي موجودين لهلأ بألمانيا وما مو الكل عم يتم ترحيله. في عنا من دول البلقان كمان موجودين ما عم يتم ترحيله. ليش؟ لأنه كله عم يتم. لأعطيكي مثال كتير بسيط أصلا، يعني على مستوى بسيط، الإنسان الذي لا يملك جواز سفر ما بيقدروا يرحلوه، علما في ناس مرفوضة طلباته وجاية بسميها دلدونك، يعني إنه خلص هذا ترحيل تم بت بلجوءه لا يحصل على إقامة، ومع ذلك في ناس إلى سنوات موجودة بألمانيا. يعني في شيء بس نحن الظرف السياسي اللي لعب معنا اللي هو ابتدى من 2015 دخول هالكم الهائل بفتح الحدود وما توالى بعده احداث باحداث كمنس وكذا وهالقصص كلياتها. بس وانا بقول لك اياها، للاسف كمان الشائعات هي اللي عم ترهق نفس الانسان والمواطن قد ما عم يسمع على التواصل الاجتماعي ولا على ترحيل وترحيل وترحيل، ولكن قانونيا هذا الموضوع ما بيتم بيوم وليله، ومن الصعب يتم مع هيك اعداد هائله دخل. صحيح، يمكن مثل ما ذكرت الشائعات هي اللي عم تلعب دور أكبر بهذا الموضوع. بس أنا حابب أفصل بس شغلة واحدة، خلينا نفصل
بينما اللي عم بيساوي البنف هلا، وهذا امر روتيني وبس لمعلوماتكم لكم وللاستاذ اللي معكم كمان، هذا سبق تم ودائما بتم، يعني مو انه شيء هلا تم وجديد على البنف، لا، في كثير اخطاء بتصير مرات بالبنف، وياما اكتشفوا عالم فايته بجنسيات اخرى واكتشفوها بعد عده سنوات وتم سحب الاقامه لانه مقدم مثلا على اساس سوري واكتشفوا انه هو مثلا من دوله ثانيه، فهناك ادلاء بالمعلومات الغلط، ففورا تم محاسبته وسحب الاقامه ومعاقبته بهذا الموضوع. ومع ذلك مو دغري فورا ترحيله، بس خلينا نفصل، هي اجراءات اداريه ضمن البلد تمام، لا علاقه لها بتاتا بموضوع الترحيل وموضوع انه خلص هذا لازم يترحل. نعم، لهلا ما شفنا سبق بتركيا في كثير صارت تضييقات كثير على اللاجئين السوريين بتركيا، وما زال في ناس صار معهم جنازه تركيه، ولهلا بيحكوا بهذا الموضوع وبيحكوا بهي القصه. هذا تركيا قوانينا مو مثل اوروبا. استاذ احمد، حضرتك ذكرت كلمه يعني كسؤال اعتراضي، كلمه البنك اكثر من مره، ما هو هذا البنك؟ عم تسمعني؟ حضرتك عم تحكي معي؟ عفوا؟ ايه ذكرت اكثر من مره كلمه البنف، ما هو هذا المصطلح يعني؟ البنف هو البنف هي هي المركز المحكمه، هي المحكمه الاتحاديه اللي بيعمل فيها اللاجئ المقابله، وعلى اساس القاضي حسب اقواله بيقرر اعطائه اللجوء او اعطائه الرفض، او هي المركز الاتحادي يعني هي. وحتى نوع اللجوء يحدد فيها، حتى نوع اللجوء طبعا مراكز اللجوء طبعا هو فيها دائما بيكون مجموعه من القضاة المختصين، وهن بنفسهم الملمين بالحاله السياسيه والتفاصيل الدقيقه جدا بوضع البلد، فكل انسان قاضي لما بيقابل مثلا عنده مقابله مع سوري بيكون ملم بالوضع السوري بتفاصيل الوضع السوري، هو اللي بيقدر الاثباتات، طبعا هو اللي بيدرس حاله الشخص لانه هو الشخص المباشر يلي بيقابل اللاجئ وبيقدر ظرفه، بيكتب تقريره، من بعد ما يكتب تقريره بيرفع هذا التقرير طبعا إدارة أعلى منه، هي موجودة بمثل مسميها ما احنا محاكم عليا، بيجتمعوا فيها بيشوفوا رؤيته للقصة، وبعدين بيدرسوا حالة اللاجئ، وهون بيقرروا إذا يعطوا حالة اللجوء ولا لا. طبعا أنا بدي أذكر بس بالنسبة للاجئين السوريين تقريبا بالشهر الثالث بال 2012 طبعا صدر من البرلمان الألماني قرار يوميتا سياسي، هو صدر من البرلمان تعميم على كافة الولايات الألمانية أنه أي لاجئ سوري كان بيصل من هون لست أشهر كان بياخد إقامة فورا بغض النظر عن وضعه، وفعلا هذا اللي صار، واستمرت من هذا الوقت إلى الآن. بتعرفوا يومنا لهلأ تعاد سوريا غير منطقة آمنة، لهلأ السوري بيصل بياخد إقامة، طبعا هلأ اختلفت الظروف، في إقامة السنة اللي عم يعطوها هي، وفي إقامة لثلاث سنين هدول اقامتين. طبعا من حيث المبدا كثير ناس بتخاف من موضوع الاقامه السنه، ولكن كمان هن اللي بنسميهم نحن اهل الحمايه، الاقامه السنه في كثير لغط هن بيفكروا انه هدول منع ترحيل، لا هذا مختلف تماما، لانه اقامه منع الترحيل بتاخذ رقم اخر من قانون الاقامات، وال25 على 2 اللي هي من الاقامه السنه هي الحمايه الثانويه، له نفس الحقوق اللي موضوع اللاجئ، ولكن يفترق مثل موضوع لم الشمل وهي القصص، ولكن مثلا بيمدد بياخذ اقامه مفتوحه بعد 5 سنوات بتمضي عليه المده القانونيه، كمان بياخذ جنسيه لما بتمضي عليه 8 سنوات. حنكمل معك فادي بهي التفاصيل. احمد يعني شفنا فادي عم قاعد يمكن بصلب البلد عايش قوانين عطى تطمينات كثير للاجئين، هي المخاوف ليش؟ وليش دائما المقارنه بين اللاجئين الموجودين بالمانيا بين الموجودين بالسويد وفرنسا، على انه لا حصلوا على الامان وحسوا انه خلص باستقرار على جميع النواحي، ليش بالمانيا دائما هذا القلق؟ يعني موضوع القلق او يعني هي حاله او مبالغ فيه ولا تمام. لا لو استطعنا انه اذا اشرنا انه مبالغ او غير مبالغ، هي حاله طبيعيه، حاله القلق الان في ظل هذه الظروف، والاستاذ فادي ربما اشار اليها في حديثه بانه ربما الظرف السياسي اليوم يلعب دوره، موضوع الضغوط الروسيه على تلك الدول والاطراف الفاعله في الملف السوري وفي الاتحاد الاوروبي ان كان المانيا فرنسا تركيا والى ما هنالك، وحتى الدول العربيه ان كان لبنان والاردن من اجل موضوع اعاده اللاجئين الى سوريا واعاده تدوير النظام والى ما هنالك في موضوع تسييس الملف الانساني كما اشرنا في البدايه. حاله القلق ربما او حاله المبالغه الان هي حاله طبيعيه، لكن في ظل التطمينات التي تصدر من خلال وسائل الاعلام، من خلال كما اشار الاستاذ فادي الان بموضوع التطمينات وموضوع ترحيل اللاجئ من عدم ترحيله اللاجئ الانساني تحديدا، واشير لنقطه بانه صفه اللجوء الانساني هي صفه مؤقته تنتهي بانتهاء الاسباب التي افضت اليها، فمثلا اذا قالت الامم او اعلنت الامم المتحده بانه سوريا بلد امن
فيمكن لدول الاتحاد الأوروبي مباشرة أن تسقط هذه الصفة وتعيد اللاجئين السوريين. أما الآن فحتى الآن يعني هناك تصريحات وهناك رفض لهذا الأمر، إعادة اللاجئ السوري في هذه الفترة بالذات، لذلك هي هذا نوع من التطمينات. رغم كل ما يحصل من ضغوطات على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فإنها حتى الآن مستمرة في دعمها لسياسة اللاجئين والمهاجرين قدر الإمكان. على اللاجئ السوري الآن من أجل التخلص من حالة القلق التواصل يعني مع منظمات المجتمع المدني الألمانية تحديدا، الاندماج بشكل أكبر، تعلم اللغة، العمل، وهذه شروط مهمة للاندماج، تطوير نفسه بشكل أكبر، العمل وتعلم حرفة على الأقل. صحيح. يعني يتعدى الوضع القانوني من لاجئ مثلا إنساني يعني مستهلك، من إنسان مستهلك إلى إنسان منتج وله صفة اللجوء إقامة العمل مثلا، إضافة لتواصل مع نواب ألمان داعمين أو داعمون للقضية السورية. كل ذلك يبعث على طمأنينة والراحة في قلوب السوريين. برأيك الهجرة الطوعية والعكسية اللي صدرت من فترة والدفع للاجئين للعودة لعبد دور سلبي ولا إيجابي على اللاجئين الموجودين هناك؟ كان في قلق من رؤية ذويهم أنه راجعين على سوريا ولا لا؟ هلا يعني دائما هي موجودة كما أشرنا، يعني الأسباب أنه أي شيء يحصل، أي خبر يصدر، أي إشارة بأنه سيتم العودة، عدم لم الشمل، عدم صدور أي قرارات أخرى، هي تثير حالة من القلق. ولكن كما أشرنا لابد من التواصل مع شركات محاماة، لابد التواصل مع ناس مطلعة، ناس لها يعني فترة قديمة ويعني منذ عام 2015، وحتى هذه الأثناء يعني بات على اللاجئ أو أصبح بإمكان اللاجئ السوري المتواجد رغم حالة القلق داخلية، ولكن بات يعرف قوانين البلد ومتى من ممكن أن يرحل. صحيح. في ظل كل الضغوطات التي الشخص مطلع على كل أمور يعني البلد. خلينا فكرة. نعم ضيوفنا الكرام ومشاهدينا، خلينا نشوف أهم الأحداث والتصريحات الأخيرة بألمانيا اللي عم تخلق حالة من التوتر والقلق لدى اللاجئ. أستاذ فادي بنرجع لك، يعني دائما الإعلام له دور كبير إن كان بنشر الإشاعات أو حتى بنشر الحقائق، إذا بتحكينا عن مدى دقة الكلام اللي عم يقول إنه في أحزاب يمينية متطرفة عم تنشر بالإعلام شائعات حول مطاردة اللاجئين. طبعا هذا دور كتير كبير للأسف عم بيلعب على وتره، بالإضافة يعني لا أخفيك سرا يعني حتى للأسف بعض المواقع اللي موجودة مثلا التواصل الاجتماعي والفيس عم تساهم بهذا الموضوع. نعم. هلأ سواء مقصود ولا غير مقصود يعني للأسف نحن مشكلتنا يعني للشائعات بفكر الواحد عم ينقل خبر أو عم يعمل منيح ما له عرفان هو عم يساهم بنشر الإشاعة، يعني يكفي فقط أنه تنزل معلومة على الفيس حتى ما بنعرف مين مصدرها. نعم. ما بنلاقي إلا انتشرت بين الجروبات وبين الأدمينات وبين هالقصص كلياتها، هي بالأصل يعني غير حقيقية. طبعا هذا بيربك أكثر وبيعمل مشاكل أكثر عند اللاجئين، يعني دائما نحن ونوهنا كثير لهذا الموضوع أنه ما تاخذوا أي إشاعة بتصدر، أي كلمة بتنزل، أي قصة، أنه مجرد لنا نتابع مين مصدرها، نتابع المصادر الأساسية. كمان أنا بدي يعني نوه على هذا الموضوع أنه أنت بتشوف الشائعة شوف منين مصدرها أنت، مو دغري فورا تصدقها يعني. فهي الشائعات والوسائل هي. بعدين في شغلة كثير 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 مهمة اسمح لي بس نوه عليها. للأسف ألمانيا يعني أكثر من 90 مليون ورأس الاتحاد الأوروبي، ويتوجد مشاكل. هلأ أنا عم حاكيك كلما منفوت مثلا بين الأحزاب والمشاكل اللي بيطرحوها، تخيل يمكن موضوع اللاجئين بيمروا عليه فقط أقل من دقيقة، يعني بيطرحوا المشاكل كذا، لأنه في هناك مشاكل ضخمة جدا على مستوى ألمانيا، من مناخ الطقس الأوروبا هالقصص كلياتها. فنحن مشكلتنا أنه بناخذ بس كل إنسان الخبر اللي بده إياه هو اللي بيعمل له الإشاعة الكبيرة، يعني يعني نحن بنسوي إشاعة أكبر من حجمه هي بتكون بالأصل ما لها موجودة. عرفت علي شلون؟ يعني صحيح. لما بينزل مثلا رسائل للبنف مثل حضرتك، يعني بيجي واحد رساله للبنف، للثاني لتصل بيقول لك ترحيل، الثالث كذا، فلا الموضوع كله ما موجود هذا كله. فهي الشائعات بالعكس عم تلعب دور، يعني الناس بس تنظر شوي مين خلفها، وخصوصي يعني بكثير حالات لقوا انه في يعني احزاب البديل مثلا عم تكون وراء هي الاشاعات. يعني حزب البديل
عم يدخل. حتى أنا مرة أحد المرات أنا ناقشت على موقع ألماني مع الألمان، كنت عم دافع عن موضوع اللاجئين يعني، فت ناقشتهم ونتخانق على هي، فأجا واحد من ضمن التصور تصور مواقع الألمانية مصور بوستات من جروبات عربية، السوريين بألمانيا أو مثلا السوريين والعراقيين بألمانيا، ينسخ لي البوستات وينزل لي إياها. أنا هون صعقت يعني، معناتها قديش في متابعة حساسة للمواضيع. طب أستاذ فادي، برأيك موضوع اللغة قديش عم يأثر على هذا الموضوع وعم يزيد يعني صعوبة الموضوع؟ والله هو شوف، هو مو بس موضوع اللغه طبعا، لانه لقلك ليش يعني، هي مو حجه انه الانسان ممكن يتابع فيها، لانه ممكن يستعين في كثير هلا بهالوقت الحالي في برامج كثير مساعده بموضوع اللغه، ولكن للاسف في جهل كثير كبير بهاي المواضيع. يعني هو لما انسان بيكتب قصه على الفيس او قصه معينه مثلا بجروب معين او بينشرها، ما له عرفان انه في مين عم يتابع بهذا الموضوع، في مين عم يستخدم يعني، عم يتم استغلال هذا الموضوع لغايات شخصيه وتحويره بشكل ابراز انه هاي اللاجئ شوفوا شو عم بيساوي، شو عم بيقيم، شو عم يحط. ممكن يكون هو مجرد عم يسال سؤال، كمان بنشر هاي الاشاعات وبمساهمه فيها كمان هذا الشيء، ما له عرفان انه بقصد ولا بغير قصد. طبعا في ناس عن قصد وفي ناس عن غير قصد عم تساهم بنشر هذا الموضوع، ما له عرفان ليش عم يعمل مشكله كبيره كثير بالمانيا بموضوع اللجوء ولا موضوع سحب الاقامات ولا الترحيل ولا 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 هاي القصص كلها. ففعلا لازم يكون في تكسير، دائما الواحد يرجع لمصدر اي شائعه، يمكن هذا الشيء الاهم الاساسي. نعم، في شغله هن عند الاوروبيين دائما بكل شيء بقلبهم بيطالعوه، يعني اي قرار بيصدر جديد او اي شيء دائما بينزل بالمواقع الرسميه للوزارات. نعم، يعني بالصفحه الرسميه. يعني هلا مثلا واحد عنده لم شمل كذا، للاسف بيعتمد على جروب لياخذ معلوماته، ونحن دائما بنقول لا تعتمد على جروب، فوت على موقع السفاره نفسه. انا لي مشكله مثلا مع السفاره ببيروت، دائما بتابع المواقع، بشوف كل يوم شو في جديد، موقع الخارجيه دائما بتنبه، كل شيء بيصير جديد بينزل على المواقع. ولكن في بعض الناس يعني بتحب المعلومه جاهزه، بالاخير للاسف بينصدم بالواقع، بيروح بيلاقي غير هذا الشيء، المعلومات غلط او ممكن عن قله خبره للناس اللي عم تتحكم بالجروبات. صحيح، سواء صفه تجاريه او كذا، فضيع حاله كذا. فلا يعني متابعه المواقع الرسميه، بيجي واحد بيتحجج مثلا عامل لغه، هي عامل اللغه ما يعني نحن عائق، بس كمان مو عائق قدام اذا عمل نسخ ولصق، ممكن جوجل، ممكن برامج ثانيه يستعين فيها ويترجم هي القصه. فادي، بنتمنى اكيد انه جميع اللاجئين او الكم الاكبر من اللاجئين يكون عم يسمعك ويستفاد من الحكي اللي حكيته، خاصه موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانتشار الكبير واللي ممكن انه يتسبب ضرر لحياتهم وقلق عليهم. أحمد، نقطة أخيرة، ممكن أنت حكيت أنه ممكن يكون موضوع إرسال إيميلات أو إعادة الاستجواب هي بس لا ممكن ردع قليل الأحزاب المعارضة لميركل، ممكن يكون تنفيذ هذا الشيء على أرض الواقع في المرحلة القادمة؟ يعني حتى الآن هناك يعني يبقى الأمر مجرد أنه دعوات للاستجواب عن طريق هذه المحكمة الإدانية الاتحادية من أجل استجواب هؤلاء اللاجئين. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني في حال تم أنه إرسال رسائل ووصلت رسالة للاجئ السوري اطلع على الرسالة، أنا عندي دعوة لمحكمة، هناك ربما من تحدث بأنه أو يستشير أحد الأشخاص بأنه أنا اجتني دعوة، روح ولا ما روح؟ ممكن حدا ينصحه يقول له لا تروح، يعني خلص بجوز الإجراء روتيني، لا لازم يروح، لأنه عدم ذهابه لتلك المحكمة هو رد على تلك التساؤلات التي بحاجة إليها المحكمة. نعم، يعني في حال كان هذا الملف يعني مبني على معلومات غير دقيقة وغير موثقة، فعدم حضور هذا الشخص هو جواب يعني لهذه المحكمة، ويحق لها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل هذا. نعم، الأمر. لكن في حال تمت الضغوط من قبل اليمين المتطرف وله انتشار واسع اليوم في دول الاتحاد الأوروبي، يعني من قدم ملف وأعود وأكررها ومعلومات مزورة ومغالطة وإلى هناك ونسبة لا بأس بها، هذا سيحاسب وربما تسقط عنه صفة اللجوء الإنساني ويتم ترحيله، بينما من عزز موقفه بأدلة ووثائق هذا يعني هو محمي وفي مأمن من تلك المحكمة الاتحادية وما سيصدر عنها من قرارات. نعم، ضيوفنا الكرام، نحن سألنا مشاهدينا هل تشكل دعوات المحاكم الاتحادية الألمانية إعادة استجواب بعض اللاجئين بداية لإعادة النظر في ملفات لجوئهم؟ كانت النسبة لحد هلأ نعم 79% ولا 21%. أستاذ أحمد، سريعا شو رأيك بالنسبة؟ بالضبط كما أشرنا، يعني الكل يعلم بأنه إذا استمرت الضغوط على بعض اللاجئين السوريين اللي مقدمين معلومات مزورة ومغالطة، وسينعكس هذا الأمر على باقي اللاجئين اللي أمورهم نظامية، فالأولى أنه يتم ترحيلهم بالفعل، لأنه هناك يعني اللاجئ يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو من وصل إلى أوروبا، هناك من وصل كمهاجر بحث عن حياة أفضل هو مهاجر اقتصادي، هناك من هرب بالفعل من ملاحقة أمنية ومن بعض التنظيمات الإرهابية وصل إلى هذه يعني الدولة أو تلك، فهو يعني
يستحق اللجوء الإنساني هناك من وصل بدافع من النظام هو عمل للنظام من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في تلك البلد. لذلك يعني نسبة واضحة وحقيقية والكل مطلع على هذا الأمر. قيمة شكرا لأفادتنا في زميلنا فادي ب 30 ثانية وباختصار تعليق على موضوع النسبة وسؤال حلقتنا. طبعا هي نحن لما بنلاقي النسبه كله بيقول لك نعم، ولكن انا بس بدي افرق بين مثلا الاستجواب وهي فحص الطلبات، لانه الاستجواب شيء وفحص الطلبات شيء. ممكن اختصار فادي اذا بتريد. نعم تفضل. ايه ممكن اللي ينفحص طلبه ويتم تاكد من مستنداته واموره كلياتها، مو شرط يتم اعاده استجوابه، ولكن اعاده الاستجواب هي معناتها 50% اقتنع المحكمه، اقتنعت المحكمه الاتحاديه انه هذا الزلمه في غلط باوراقه او في غلط باموره. وانا هيك بثانيه انصح، ارجو من كل اللاجئين والناس الموجودين بالمانيا عدم تجاهل اي بوست بيجيهم. شكرا لك عضو الحزب الاشتراكي، عضو في الحزب الاشتراكي الالماني فادي منصلي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا للمعلومات القيمه. شكرا. احمد زكريا شكرا لوجودك. شكرا الصحفي والزميل. شكرا دائما. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا، فاصل ورجعنا.